انا واحد البنت من الريف يتيمة ومن الحاجات الخاصة، وانتم غتشوفوا الحالة ديالي. كنت خدامة بسبعة دراهم في واحد البيت، جاتني واحد الدوخة وتلاقيت بواحد السيد الله يجازيه بخير، واحد المحسن، بقى كيخلص ليا الكرا، زولني من واحد البيت ستيتو وردني لواحد البيت كبير اللي انا فيه دابا. بدا كيخلص عليا دائما، عاد هذه 4 سنين ولا 3 سنين هو كيخلص عليا. وجا واحد السيد مني كان لولاني كان مزيان الله يعمر سلعه، ومني جا الاخر والاخر مشى لاسبانيا، وجا الاخر باش غادي ارجع قابط معايا الطط. السيد الاولاني كان مزيان، لا ماشي باع الدار ديالو، باقي الدار هي باقيه، هي طب هي المولاها، هي المولاها، هي الخدامه. الاولاني مشى لاسبانيا، جا الاخر، هاد الاخر عنده علاقه مع السيد اللي انا كارينا انا وياه قبل كورونا بعام، ومن كورونا لهنايا تقريبا طلع دابا في 5 سنين. 5 سنين هو كيخلص عليا هاد المحسن، كنخلص بكل شيء ديالي. اليوم الي حتى لهاد النهار هذا، حتى هاد الشهر هذا اللي قطع لي فيه الماء والضو، هو صام بالضو وانا صمت بالشمع وانا كنخلص كرايا. المشكل باغي يسيقني باش حيت ملي كيجي لهنايا ما كنبغيش انا، يعني كان كيدخل لهنايا. وجا ميجا مول الدار قال له اما هي اما انا، ومول الدار قال لي اما بنتك تخرج اما انا ما اش غنجي معك. قال لي هو كيقابل لي الديور ديالي، كيجمع لي الكرا ديالي، قال لي الله يرحم لك الوالدين خرج لي من السكنه ديالي. قلت له انا كنخلص كرايا، قال لي لا خصك تخرج لي من السكنه ديالي. بغى دارو هذا، دارو هذا بغى يخرجني. هو هضر معايا اوديو، وهذا الاوديو راني راه عندي مازال لحد الان نسمعو للعالم، ما عنديش مشكل. هضر ليا في الاوديو قال ليا اسميره انتينا مريضه وبغى نعاونك في الدواء، واش انا غندخل عند واش دخل تصور لي واحد الفيديو. قلت له ديالاش هذا الفيديو؟ مني صاب راسو بلي اني سميتو، قال لي تلاقاني لني سميتو. وانا قلت له شنو ديالاش هذا الفيديو اللي قلت لي الفيديو ما فهمتي انا هذا الفيديو ما فهمتي ديالاش. هو يقول لي هاك كيفاش غنبقى نتعاون معاك ونبقى ندير معاك ونبقى نتعامل معاك مزيان، راه هذيك راه كانت ما انا غير كنضحك عليه، هذيك راه ماشي بنت خالتي اللي كنت كان كيقول لي دائما كنلقاه في الدار كيقول لي انا هذه بنت خالتي عندك تنوى شي حاجه، كيقول لي هذه بنت خالتي، قال لي راه هذيك ماشي بنت خالتي، راه كنت انا عندي معها علاقه وراه غير ما كتبش ما ديتهاش. قلت له هيدا ديك الساعه فاش قبط معايا منين انا كنخطف فيه نض، هو قبط معايا الطط، قبط معايا الطط من ديك الوقت لهذا الوقت، قبط معايا الطط، هددني، سرد عليا العزاره، ديكلاريت بيه بلاني السيده كيفاش قال لي حاول شني، قال لي المخزن قال لي حاول تخرج من ديك البيت. ومول الدار قال لي مني سمعتي هذا الشيء وشفتي وسكتي، واخا يجي عندها شفتي وسكتي، وانا كنعطي كرايه ما تحرك لي حتى حاجه. لا بالعكس، الدار يلاه صلحها بثلاث سنين، جا خربها مول الدار، ما جاش معايا جا معاه هو. لا دابا البنت طلع الفوق شني باقي في الدار، عارف انا دابا هو الدار خربها وخلاني قطع لي الماء والضو وقطع الجفنه ديال الطواليت قلعه الضو قطعوا عليا الماء قطع عليا، شني باقي غيدخل للدار وبغي باش يخرجني عاد يهب عاد دابا تسكن. وانا عرفني يتيمه هنايا وتعدى عليا حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
تنطلب منه غير تهز عليا وكيجي صافي. دابا خرب الدار كله، حرق لي النبيرة، عطاوها لي غير الناس، حرق لي التلفاز، عطاها لي غير واحد السيد. كيتعدى عليا بعض المرات، كيجي ساعة ساعة كيخلعني وانا غير بوحديتي، كيخلعني كيدخل لنا كيبقى يقرقب وانا تدى عليا الباب، كنت نخاف كنعرف بلي اني هو. فهمتيني ملي كنفتح الباب كنلقاه هو، كنقول له شني كتعمل هنايا، شني باقي لك كتعمل هنايا، ياك الدار خربتيها شني باقي كتعمل هنايا. كيقول لي الدار ديال انا مكلف بالدار. ما عرفتش علاش رجع كلشي ضدي، علاش زعما حنايا بدات، علاش واش اللي ما عندوش اللي يهضر عليه ما عندوش الحق، علاش زعما؟ بغيت نعرف انا واش نخرجوا للزنقه، واش بغوكم هكا يشوفوكم عباد الله، يشوفونا عباد الله دائما مرميين في الزنقه، كنكافحون ونسميسو الراجل وصفوا لي ربي حيت داخله سوق راسي وخدامه بعراقي والناس كيعاونوني وكنخلص له كره في الاخر يمشي ما عرفش شني قال له ولا هدو ولا شني دار له تهزوا عليا ما عرفتش. الله الله ولد العبد، شني الطلب ديالي كندعي لله سبحانه وتعالى، شني الطلب ديالي مني كلشي البيبة من كلشي تسدو في وجهي ديال اش الطلب دابا غنطلب مني؟ الراجل كان كيخلص كي عليا وزاد وبقى كيبحث عليا، ما عرفش شني قال له ما بقاش كيخلص. شني الطلب ديالي انا من المتابعين؟ شفتي بيت تنتمنى يا ربي شي واحد اللي وقف معايا ولو غير لحظه واحده على هاد الظلم اللي انا عايشه فيه. اول رمضان في حياتي ما عمري تمنيت نصوم في الظلام حتى تصومتو في الظلام، نوض نصلي بالشمعة. اللي بغي يعاوني النمرة ديالي، النمرة ديالي 06 41 59 19 38 06 41 59 19 38.